طيب دلوقتي انتي متجوزة مثلا اه صح؟ لو واحدة انتي دخلتي مكان انتي وجوزك وواحدة بتبص على جوزك وعينيها منه، ترتاحيلها لا بشرقاوي؟ انت عايزاني اقول لك ارضح لها ولا ازاي؟ انا دلوقتي ببص على جوزك، هتعملي ايه؟ انتي غيورة، انتي عقرب، طيب انا عقرب. انتي غيورة. مالك يا بهفي يا بيه؟ ايه؟ عينك مالك يا بهفي يا بيه؟ عينك سنورت على الراجل ليه؟ عمل لك ايه؟ مش تيجي ناحيته ولا تكلميه ولا تعمل اي حاجه، هيخزج لك عينيك جوه. طب اوكي، بس خدي بالك مني مش يا حبيبتي. تنكلمي، مش تنكلمي، مش تعالي صوتكي، هجيبك من شعرك ده اهو، شعر مين؟ هجيبك من شعرك ده، مش يا تنكلمي. حبيبتي جوزك حلو والله، هلطشلكي على جميل يا حبيب سدخكي، الجمال يا حبيبتي. انا هلطشلكي على سدخكي، ايه؟ هلطشلكي على سدخكي. ماشي عادي مفيش مشكلة، انا مش فاهمة حاجة بس اوكي انا بقول لك خلاص. مش هتخليني اجي ايه افرج جسدك دلوقتي. هو مش هيكلمكي اساسا ولا يعبرك. يا حبيبتي يعني ايه هو اللي بيبص لي؟ هو مش بيبص لكي يا ابله، انت ايه؟ مش هقدر عليكي، مش هقدر، مش عملتي حاجه، انت اللي بصيتي وانا شفتك عينيكي سنورت على الراجل وجاي قاعد فري. سنورت؟ اه يا حبيبتي هو اللي مسنور عليا من اول ما هو مش دخل. عملكي حاجه، مش تنكلمي بقى وكلميني انا، مش تفتحي بوكك نص كلمه. هكلمك كان انت اني اني ماشي. تعالوا كده انت اسم بجد. الابله ايه؟ الابله؟ اه الابله اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ فين قبلتي؟ امك فين ابوكي عشان اقولهم؟ مش الابله مش نربط بقى بتبص للراجل وهو فريح مرته. لا كده كتير. ماشي كده عجبك كتير مش في عارف، انا كلام. بقولك اهو مش هتكلم تاني. سكر، انت بجد ممكن تعملي كده؟ تعالي نتكلم بغير شرقاوي دلوقتي، لا انت بجد ممكن بصي، تعملي كده؟ لا مش هعمل حاجه، بس انت غيوره. انا غيوره اوكي، بس انا مش هعمل. هي بصت اوكي يعني خلاص، انا اخري هبص لها لو هو واضحك يعني، بص، هي بتهين نفسها. اي بس لو هو بص. هو بص اصل انا عارفه ان انت عقرب من اول، قلت هي العقرب انا عارفه، بس عندي حوارات مع العقرب اهو فعارفه ان هو برج اصلا غيور. غيور دي حقيقة. الثقه ايه في حياتك؟ الثقة دي رقم واحد في أي حاجة. هي اساس الجواز؟ اه طبعا طبعا، لو ال 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 الزوج والزوجة مش واثقين في بعض بلاها الحياة أساسا، مش هتبقى حياة. اساس الجواز بالنسبه لك الحب ولا الثقه ولا الاحترام؟ رتبيهم لي. الاحترام، الثقة، الحب. يعني اخر حاجة الحب. اه لان لو في حب ما فيش احترام وما فيش ثقة، يعني اتنين بيحبوا بعض وبيهينوا بعض زي ما بنشوف ناس بتحصل وبيبهدلوا بعض، ايه لازمتها الحياة وفين الحب اساسا؟ بالعكس، ده الاحترام والثقة دي هي اللي هتجيب لك الحب بعد كده حتى لو هو مش موجود. انا بحس ان المراهقين عموما هم فاكرين ان الحب اساس الجواز، بس ده مختلف تماما. الحب بعد الجواز غير الحب قبل طبعا. الجواز.